بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهاردة جمعت لكم فيه حوالي 35 اكلة علشان رمضان، وانا طبعا انا عارفة ان رمضان 30 يوم بس، لكن انا جمعت 35 اكلة رمضانية علشان اللي ما بيحبش حاجة يختار حاجة تانية، يعني اختيارات اكتر. تمام، بس قبل ما ابدأ الفيديو ليا كده اربع وصايا ياريت تحطوهم في دماغكم كده عشان هتنفعكم قوي. اولا انا حرصت على ان الوجبات تكون كتيرة علشان تكون يعني انت عندك اختيارات متعددة، وكمان كنت حريصة انها ما تكونش كلها لحوم وكلها بروتين وكلها مكلفة، يعني فيها حاجات كده وحاجات كده برضه، عشان كمان النفس بتزهق من لما تكون كل يوم لحمة او فراخ، يعني احنا بنزهق، فمحتاجين في وسطيهم كده ممكن أكلة حرشة كده تفتح النفس. تمام، تاني نصيحة زي ما قلت قبل كده في الفيديو اللي فات، اوعي ترمي شوربة، حطيها في مكعبات في الفريزر علشان هتنفعك في أكلات كتير. تمام، النقطة اللي بعد كده الكنافة أو القطايف اعمليها قبل رمضان بيوم. احنا اتفقنا ان احنا هنعمل حلويات رمضان اللي هي الكنافة والقطايف دي كل اسبوع، يعني كمية تكفينا اسبوع بدل ما نقعد كل يوم نطلع الحاجات ونعمل ونضيع وقت واحنا صايمين ولسه مش متعودين على الصيام قوي، فياريت نعملها بالاسبوع. فاول يوم رمضان اعمليها قبلها بيوم. تمام، النقطة اللي بعد كده زي ما قلت انا الوجبات كتيرة علشان تتيح لك فرصة الاختيار. نبدأ على طول، معلش طولت عليكم وانا اسفه، الفيديو النهارده هيكون طويل شويه لكن علشان اديكم فرص كتير للاختيار. اول يوم طبعا كلنا بنعمل زفر زي ما بيقولوا كده، فبنعمل رقاق وبطه وملوخيه، ما بنعملش جنبهم رز او مكرونه علشان احنا حريصين ان الاكل يتاكل علشان ما يتبقاش منه حاجه او ما يبقاش في مثلا صنف ما حدش قرب له، اللي هياكل رقاق هياكل ملوخيه بعيش وخلاص على كده، وحته البطه بتاعته هيشبع جدا او هيشبع جدا. لو مش عايزه تعملي بطه مش بالنسبه لك مكلفه، اعملي فرخه مفيش مشكله. طبعا الاختيارات دي متاح قوي ان انت تغيري تعملي يوم تاني بدل يوم اول، براحتك خالص. طبعا انا مش هقول على الحلو ولا على العصاير لان دي برغبة كل واحد فيكم. تاني يوم هيكون عندنا اكيد بواقي من اليوم اللي قبله، حتى لو طبق ملوخية، حتى لو بواقي صغيرة جدا من الفراخ، مش هنرمي حاجة، هنعمل تاني يوم بواقي الاكل ده ومعاه رز بالشعرية ومعاه سلطة بس، خلاص. تالت يوم هنعمل جلاش بالخضار زي ما قلت في فيديو قبل كده، بدل اللحمة المفرومة بنحط خضار، بنشوحه تشويحة بسيطة في حتة زبدة كده وملح وفلفل، وبنحشي بيه الجلاش بدل اللحمة المفرومة أو بدل العصاج أو بدل البانيه. تمام، علشان برضو نفسنا زي ما قلت ما تزهقش من الفراخ. هنعمل جلاش بالخضار جنبه مخلل بدنجان وجنبه سلطة. رابع يوم هنعمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة، انا قلت طريقتها قبل كده بس لو تحبوا طريقتها تاني قولولي وانا اقولها لكم. بطاطس محشية باللحمة المفرومة ورز وسلطة. خامس يوم عجة وبطاطس محمرة وسلطة، برضو العجة انا قلت طريقتها قبل كده. سادس يوم هنعمل فراخ مشوية ومكرونة وسلطة. مش متاح تعملي فراخ مشوية، اعملي دبابيس، اعملي اجنحة، اعملي اي اجزاء من الفراخ بتحبيها، اعملي لحمة بني، لحمة بفتيك، اي حاجة. سابع يوم بقى طبعا زهقنا من الاكل ده خالص، هنعمل سمك. لازم كل اسبوع، يعني لو ما عملناش مرة في الاسبوع يبقى نعمل مرتين، يعني ياريت يبقى مرتين سمك بقى مشوي مقلي زي ما انت عايزة، طبعا زائد رز صيادية زائد سلطة. اليوم الثامن هنعمل بسلة بالجزر بالبطاطس ورز وسلطة. تاسع يوم محشي كرنب وبانيه أو لحمة مشوية. ممكن أنا شخصيا بعمل المحشي بحط بين طبقات المحشي لحمة
يعني متقطعه شرايح رفيعه جدا، فبتشرب من المحشي والمحشي بيشرب منها وبتخليه طعمه جميل جدا. عايزه تعملي كده اوكي، مش عايزه عايزه تعملي بفتيك لوحده مفيش مشكله. اليوم رقم 10 هنعمل ورقه خضار باللحمه وبالرز. يا ريت بقى لما نعمل اللحمه مع الخضار نعملها بعدد الافراد وقطع صغيره علشان ما يتبقاش منها، وعلشان محدش نفسه تزهدها فيرمي منها، وده حرام جدا، وطبعا محدش هياكل مكان حد. خلاص. اليوم رقم 11 هنعمل مكرونة بالبشاميل زائد كفتة زائد سلطة. يوم رقم 12 زهقنا برضو، هنعمل كشري وبيض مسلوق مدحرج. انا قلت قبل كده ان البيض المسلوق ممكن ندحرجه في حتة زبدة كده بملح وفلفل، بيبقى طعمه خطير جدا وبيبقى مختلف عن اي بيض. خلاص. اليوم رقم 13 هنعمل شاورما فراخ زائد سلطة وبالعيش وبس، مع عايزة مخلل اوكي، مش عايزة مفيش مشكلة. خلاص. اليوم رقم 14 سمك بقى مقلي او مشوي برضو زي ما اتفقنا اليوم الاسبوعي بتاع السمك. اليوم 15 هنعمل صينية دبابيس بالبطاطس زائد رز. اليوم 17 هنعمل ملوخية ورز وبدنجان مخلل بس من غير لحمة خالص بمكعبات المرقة أو الشوربة اللي احنا مخزنينها. طبعا شوربة بتبقى جميلة جدا فهتخلي الملوخية حلوة قوي. يوم رقم 19 هنعمل مسقعة باللحمة المفرومة ومعاها سلطة أو جرجير وبالعيش وبألف هنا وشفا. يوم رقم 20 هنعمل لوبيا ورز وسلطة ومخلل. انا بجري في الكلام علشان الفيديو هيبقى طويل وانا مش عايزه اطوله عليكم، فلو عايزين ترجعوا حته رجعوها، لكن انا مش عايزه ازهق حد مني. اليوم رقم 21 هنعمل حواوشي لحمه او سجق او بسطرمه بالجبنه التركي او بالجبنه الرومي. طبعا بيتحط معاها فلفل وبيتحط معاها طماطم وبيتحط معاها زيتون، بتبقى حرشه ولذيذه جدا واكله ممتعه قوي قوي. يوم رقم 22 بنعمل يا إما قطايف محشية يا إما سمبوسك محشي. محشي بإيه بقى؟ بالخضار والجبنة علشان برضو ما نزهقش من اللحمة، زائد بطاطس محمرة زائد سلطة. اليوم رقم 23 هنعمل سمك أيا كان بقى نوعه. طبعا السمك غير مكلف لما يكون في مستوى، يعني السمك موجود منه في السوق كل المستويات، موجود الغالي وموجود الصغير وموجود الكبير، يعني هتجيبي اللي في استطاعتك. اليوم رقم 24 هنعمل بانيه زائد مكرونة زائد سلطة. برضو البانيه هنجيب على قد أفراد الأسرة، أو هنجيب نص كيلو مثلا أو كيلو أو أي كمية، ونعد أفراد الأسرة كده كل واحد قطعة كبيرة حلوة كده محترمة، والباقي نشيله برضو في الفريزر بعد كده نبقى نعمله شاورما. اليوم رقم 26 او يوم رقم 25 سوري، بامية او اي خضار عندك متفرز زائد رز وسلطة. ما عندكيش خضار متفرز اشتري كيلو خضار من السوق. يوم رقم 26 هنعمل بيتزا ممكن بالجبن بس، ممكن بالجبن وحتة قطع بانيه، ممكن اي حشوة عندك موجودة اتصرفي واعملي بيها بيتزا. برضو البيتزا بكمية على قد الموجودين، ولو اتبقت اي قطعة حطيها في كيس في الفريزر بتقعد ما يجرلهاش اي حاجة، وطلعيها في يوم البواقي اللي احنا اتفقنا عليه، اللي هو بيبقى يوم لذيذ جدا وفيه اصناف كتير جدا انت شايلاها من كل وجبة عشان ما نرميش حاجة علشان نوفر يوم. خلاص. يوم رقم 27 شاورما بالخضار زائد مكرونة. شاورما دي ممكن تكون باللحمة وممكن تكون بالبانيه، وبنحط طبعا معها خضار ومكرونة وسلطة. اليوم رقم 28 كفتة مشوية أو لحمة مشوية وسلطة وبطاطس محمرة. يوم رقم 29 كشري زائد بيض مدحرج زائد سلطة زائد مخلل. كشري ممكن يتعمل اسكندراني اللي هو بالعدس الأصفر، وممكن يتعمل كشري مصري اللي احنا كلنا عارفينه. اليوم رقم 30 فرخة مسلوقة ومحمرة
ومعاها طبعا الشوربة بتاعتها ورز وسلطة وبس. مش عايزين بقى يعني نزود خضار علشان مش هنقدر ناكل. في يوم برضو ممكن نعمل نطلع البواقي اللي موجودة عندنا في الفريزر، أكيد هيبقى فيه بواقي. الأكلة بقى رقم 31، طبعا أنا عارفة أن رمضان 30 يوم. الأكلة رقم 31 صينية بطاطس بيوريه، اللي هي بطاطس مسلوقة وبنعجنها بشوية لبن كده وملح وفلفل، وبرضو بنعمل عصاج وبنحط طبقة بطاطس وطبقة عصاج وطبقة بطاطس تانية مهروسة ومعجونة باللبن والملح والفلفل، وبنحط من فوق جبنة موتزاريلا، بتبقى في منتهى الطعام وممكن تكفينا يومين، وممكن برضو لو حد يقدر ياكل منها في السحور مفيش مشكلة. الأكلة رقم 32 كبد وقوانص بالبصل والملح والفلفل، وطبعا يعني ممكن تحط معاها فلفل ألوان. الأكلة رقم 33 سجق اسكندراني زائد بطاطس محمرة. الأكلة رقم 35، لا رقم 34، كبدة اسكندراني زائد بطاطس محمرة. الأكلة رقم 35 مكرونة بالخضار وبانيه زائد مخلل باذنجان أو بدنجان. خلاص، فدي الأكلات اللي أنا حضرتها. ياريت ياريت النصايح اللي أنا قلتها هتنفعكم جدا، عشان بناتي حبايبي أنا مش عايزاهم يتزنقوا في أي يوم، مش عايزاهم يفكروا كتير. ممكن قوي شوية بانيه موجودين في الفريزر بواقي كده ممكن نعمل بيهم وجبة، ممكن حتتين لحمة بصاد كده باقيين، ممكن برضو نعمل عليهم ملوخية، يعني هنتصرف مش هنغلب يعني. ده كان الفيديو بتاعي بتاع النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. وياريت تقولولي في التعليقات رأيكم في الأكلات اللي أنا قلت عليها. ألف سلامة.